من جديد لكم مشاهدينا وتحية طيبة لكل من التحق بنا الآن ويتابع فينا في برنامج الشروق مورنينغ في هذا البث المباشر عبر قناة الشروق نيوز. الآن إلى الرياضة مع نوال بوقطاف وحديث حول مفاجأة كأس الجمهورية. صباح الخير محمد. صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا قلت محمد مفاجأة كأس الجمهورية. وقبل ما نتعرفوا على الموضوع والفريق نشوفوا هذه الصور وراجعين. إذا نحن في انتظار وصول رئيس نادي شباب الزاوية للافتراق واللي حصل أبارامون محمد. إذا شباب الزاوية. شباب الزاوية. نعم. إذا الزاوية هي حي مدينة صغيرة في البوليدة. في بنيتام وهكذا يعني تبعد 6 كيلومترات عن مدينة الزاوية. على مدينة هي مدينة البوليدة. البوليدة. إذن صنع المفاجأة. نعم. فريق شباب الزاوية محمد اللي كان تخطى عقبة أندية صغيرة في الأقسام السفلى كان نجم مقرة واتحاد بالخير اللي كنا استضفناهم هنا معنا، وكذلك إلى أن وصل إلى فريق جمعية عين مليلة متصدر الرابطة المحترفة الثانية واللي تمكن من الإطاحة به بهدفين مقابل واحد. شباب الزاوية أكد أن منافسة كأس الجمهورية لا تعترف بالفرق الصغيرة وفرق كبيرة ولا تعترف بفريق كبير على حساب فريق صغير، وهذا ما أكدوا فريق شباب الزاوية عندما مشى بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور النصف النهائي. محمد الدور النصف النهائي يقدر شباب الزاوية يلعب مع اتحاد البوليدة واللي هما في نفس المنطقة، لأنه فريق اتحاد البوليدة ما تمنهاش المقابلة مباراة اتحاد البوليدة لم تلعب بعد. نعم ما تمنهاش، خاصة وأنه رئيس النادي كان راهن بزاف على أنصار اتحاد البوليدة باش يساندوا الفريق في هذه المنافسة. محمد لاسودرين كان جاهز. نعم. إذا للحديث عن تأهل شباب الزاوية نربط الاتصال بالمدرب الشاب لهذا النادي ومدرب اللي كان عنده كانت عنده اللمسة تاعه في هذا التأهل في هذا الإنجاز. رضا زواني صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير للمستمع الكريم. نعم رضا، احنا نهنيكم بهذا التتويج. يعني أكدت مرة أخرى أن السيدة الكأس لا تعترف بفريق صغير وآخر كبير، كيفاش كان التأهل إلى هذا الدور، دور متقدم جدا في منافسة السيدة الكأس؟ على كل حال نشكركم على هذه المكالمة. جو فو ريميرسي بور لا كونسيديراسيون، سي فريمون تري جونتي دو فوتر بار. أما فيما يخص الأخرى هذا لو ريزيتا، والله صدقيني الأخت أنه ما كانش عند صدفة ولا سيتي با أن كو دو هازار، سيتي فريمون أن ترافاي كي أيتي في ديريات. Je remercie vivement les dirigeants, beaucoup plus les dirigeants qui ont fait un très très bon travail. Il y avait un travail de fond. Ils m'ont contacté l'année passée. Ça fait deux années que je suis avec cette équipe. Ils m'ont laissé travailler. Ils m'ont laissé le temps. Je suis le seul qui m'est responsable sur le plan technique, que ce soit recrutement. ou la préparation de cette équipe. Donc c'est pour ça que je dis les résultats ou les fruits qu'on a récoltés ne sont pas comme ça, ne sont pas comme ça. Il y a même un travail derrière. نعم هي ثمرة المجهودات وثمرة ثقة المسيرين أيضا. يعني يقال أن فريق شباب الزاوية لعب واجه أندية صغيرة يعني في بداية المنافسة إلى أن وصل إلى فريق جمعية عين مليلة متصدر الرابطة المحترفة الثانية. كيفاش كانت خطوات مواجهة نادي مقرة واتحاد بالخير حتى عين مليلة؟ وما تنساوش باللي قبل مقرة كان فريق سولغزلان. وقبل فريق سول غزلان كان دار ربعة. سي ليكيب ناسيونال دو اماتور. الناس ما لازمش تنسى باللي احنا ولعبنا وفزنا في المقابلة، ما فزناش بضربات الترجيح وضربات الجزاء.
عندنا انسول ماتش اللي ربحناه بضربات الجزاء وهو فريق اللي كنا درنا ان بيت بارتو مع فريق تحصل الغزلان في ملعب براكني وين تعادلنا واحد مقابل واحد ومن بعد فزنا بضربات الجزاء. اما فيما يخص المقابلات الاخرين الفريق تاع الاربعه قلنا باتي ان بيت ا زيرو، فريق تاع مقرا اللي ناسيونال دو اماتور 2-0، فريق بالخير في بالخير امام جمهوره، وكان امام كان هو كان إليمينا ليكيب تاع لا بريمير ليغ بروفيسيونيل وهو فريق مديه وربحناهم 3-0 تما في قالما. اليوم اون ا كونفيرمي لا بون سونتي تاعنا و لي بون ترافاي دو فون كون ا ترافاي كون ا في انصومبل ستاف ديريجون ولا ستاف تكنيك ولا ستاف ميديكال ولا حتى الببليك اللي ساندنا بزاف في المقابله الاخيره تاع عين مليله. عين مليله مترصد القسم الثاني لا ليغ دو بروفيسيونيل وليدر دو لا ليغ دو بروفيسيونيل تيليمين اون ايكيب بهذا الحجم دونك جو كروا كو سي با ان كو دو هازار. نعم رضا، الى جانب اللمسه تاعك مع هذا النادي هناك لمسه اخرى وهي للاعب حد صدوق، يعني اللي كان عنده الفضل الكبير في وصول الفريق الى هذا الدور، واش تقولنا على هذا المهاجم؟ على كل حال حد صدوق اليوم انا نقول لك باللي ما نخبيش عليك باسكو تو الموند في سون ترافاي. اليوم احنا الشيء اللي نتسناو منه الحد صدوق وهو انه يعطينا هذيك الشيء الزايد سو لو بلون تكنيك. دونك حد صدوق سي كالكا اللي عطانا سو لو بلون تكنيك، عطانا هذيك الاضافه اللي سنيناها منه. دونك الحمد لله اليوم tout le monde est à remercier sans oublier les joueurs parce que tout le monde était présent ou l'lemsa tiaou ma lazemch nsawha lano houa il est là pour ça parce que ma lazemnach kima yqoulk wahed nsagrou men l'imkaniyat ta'a lhad sadouk bien au contraire mais thanik bach nkbrou bel l'imkaniyat ta'a l'la'ibin l'akharin. Aujourd'hui houa il est le meilleur سيلي لي ميور باسكو لا ترافايي افيك لي ميور باسكو صحابوه هما اللي خلاوه وطاولوا هذه الثقه وطاولوا هذه لا كونفيونس اللي باش اليوم راهو الحد صدوق يمد هذا الاخرى. وما نخبيش فيك باللي حتى في المقابلات ماشي غير المقابلات تاع الكاس، حتى في البطوله راهو يعطينا بزاف الاضافه الى جانب شعيب الى جانب زاميم الى جانب بزاف اللاعبين. طيب رضا، كسؤال اخر، ربما يعني اتحاد البليده مازال ما لعب مباراه الدور ربع النهائي، ربما يتاهل، ربما حتلعبوا معاه هو لفريقك فريق القلب، يعني في حال تكون المباراه هذه وش حيكون؟ لا لا ان شاء الله ما نتمناوش نطيحوا مع اليسامبي، ان شاء الله ما نتمناوش نطيحوا مع اليسامبي. الشيء اللي نتمناوه وهو احنا ان شاء الله ولا نطيحوا معاه ونكونوا فينال. وي ورفاري بون فات هنا في بليده ويعني معاك بصح باش نكونوا في النصف النهائي ان شاء الله ما نتمناش نكونوا كيف في النصف النهائي، وهذا ما يمنعش اننا نتمناو غير الخير لفريق القلب تاعنا وهو انه يتاهل ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء ان شاء الله. رضا، احنا للتو نستقبل رئيس اتحاد شباب الزاويه سيد محمد صالحي، اذا احنا نخليوك. شكرا جزيلا على تدخلك معنا رضا، ونتمنوا لك حظ موفق في باقي المشوار ولما لا البلوغ النهائي باذن الله. احنا اون جيري توجور ماتش بار ماتش، لو ميساج جاز على اللاعبين توعي اون غاردي لي في سور تير بكل تواضع معكم، احنا اون ريستي تري موديست On garde toujours les pieds sur terre et la tête entre les épaules. Et je crois que c'est un petit peu notre sens ici. Je vous remercie. Je vous remercie vivement et vous passez le bonjour. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci et bonne journée. Merci. اذا محمد نستقبل التو سيد محمد صالحي. اسمح لنا بالك. صباح الخير. اليوم الشتاء ولا طريق مغلوقه وبليده الجي زحمه في الطريق. وين حصلت في لاكوت؟ بون لاكوت تولي راهي الجي راهي كامل مغلوقه. بون الحمد لله اللي لحقنا بخير. نشكركم على الاستضافه هذه ونشكركم ثاني على الاهميه لكم عطينا الفريق تاعنا. يسلمك. الانجاز هو اكبر. واش تقولنا على انجاز وهذا الانجاز التاريخي لفريق شباب الزاويه ببلوغ هذا الدور المتقدم جدا؟ هو انجاز تاريخي اللي كان
اللي كان يوم الجمعة اللي كان تأهل تاع الفريق تاعنا لأول مرة لدور النصف النهائي، واللي كانت هي مفاجأة كأس الجمهورية للموسم هذا. الحمد لله احنا بكل تواضع كنا تصريح من أول مقابلة اللي كانت أمام وفاق سورغوزلان، وين صرحنا هذاك الوقت وقلنا نلعبوا مقابلة بما أنه عندنا شبان صغار وكما يقولوا ما نديروش عليهم ضغط، وما تمشوا وداروها في راسهم، والحمد لله احنا وفرنا لهم إمكانيات، وكما كتشوفي الحمد لله عملوا اللي فيها وزادوا مشاو في الدور 16 وزادوا مشاو في الدور 8، واليوم فاني زادوا تأهلوا امام نعم. فريق اللي ما نقصوش من قيمته، هو فريق قوي متصدر المحترف الثاني. نعم نعم. طيب سيدي، هذا الانجاز يعني كان ثمره مجهودات، ودوك كنا نهضروا مع المدرب رضا زواني اللي قال انه وضعتوا فيه الثقه الكامله، هو مجهود ثلاث او موسمين كاملين هو اللي خلاكم تلحقوا لهذا الدور. كيفاش تشوف في المدرب رضا زواني اللي كان يعني لاعب رضا زواني هو غني عن التعريف، الانسان اللي ما تعب مع الشبان هذو اللي راهو من العام اللي فات هو راهو كما يقولوا في الخدمه تاعو اللي راهو يتعب وراهو يعمل. الحمد لله اللي كما يقولوا ربي وفقه في العمل تاعو، اللي كما يقولوا ربي وفقه، والشبان فاني مشاو معاه ومشاو له على التعليمات اللي كان يمدهم لهم. وبكل تواضع انسان رضا اللي ما انسان اللي يخدم بكل عقلانيه، ماهوش انسان اللي يخدم بامور تاع بقلق ولا، الحمد لله يخدم بعقلانيه، هو انسان ديجا هو عاقل، ومع اللاعبين كان عنده كما يقولوا الميساج هو جاز له، وحنا كاداره فاني خلينا له وفرنا له الامور اللي طلبها، احنا ما عندناش ضغط في نعم. حد صدوق ايضا شفناه تالق جدا وكان عنده يعني الفضل الكبير في وصول الفريق الى هذا الدور. الحاج صدوق هو لاعب ذو امكانيات قويه، ونعرفوه كما برز في مسابقه سكر ستار، وين كان لاج تاعو لاج دو 19 ولا، وما سمحلوش الحظ باش يمشي في نيوكاسل، وكان رجع للجزائر ما لقاش الظروف العمل المريح، سي بوغ سا اللي ما مشاش وما داش مواسم مليحه كما الموسم هذا. الحمد لله احنا وفرنا له ظروف وكان يخدم براحه بدون ضغط، والحمد لله احنا امكانيات تاعو نعرفوها من قبل ماهوش من اليوم، وكما يقولوا صاب عندنا صاب الراحه وراحه البال والحمد لله. طيب سيدي، احنا سمعنا لك تصريحات وين راه انت بزاف على انصار اتحاد البليده، وقلت ان يكونوا سند لنا في المباراه الماضيه امام عين مليله، والمباراه تاعهم ما تلعبتش، لكن الان تقدر تكون مباراه من نوع اخر شباب زاويه اتحاد البليده، يعني في حال تكون هذه المباراه كيفاش تشوفها؟ احنا اليوم هي قرعه وقرعه اللي نعرفوها تكون فيها الحظ، احنا ان شاء الله نقولوا ان شاء الله تكون مباراه في النهائي، لانه باش تكوننا نهديو البليده لقب، لان ما كما يقولوا ما خبيوش بليده كولايه ما عندها حتى لقب الفرق تاعها كامل الاربعاء ولا وداد بوفاريك ولا اتحاد بليده ولا هذو فرق لي عريقه راهي منذ زمن وهي تنشط في القسم العليا، وما ما حسن لهاش الحظ باش تتوج ببطولات ولا كؤوس، واليوم جاتنا فرصه باش تكون عندنا بالك ان شاء الله يكون عندنا نهائي، احنا نطلبوا ان شاء الله يكون في النهائي، المقابله تكون في النهائي بيننا وبين ان شاء الله. عندكم ايضا تأهل مولودية الجزائر وكذلك اتحاد بلعباس، يعني انديه راح تكون صعيبه. وش هو الطموح تاعكم الان اللي وصلتوا هذا الدور المتقدم؟ احنا الطموح تاعنا دوك ما عندناش اليوم واش نخيروا، عندنا اليوم فرق قرا كامل قويه وكامل متساويه، مارغري كما يقولوا فرق اللي تفوقنا في الامكانيات، حنا نطلبوا كما يقولوا يكون فريق من الفرق هذو اللي اليوم راهي ثلاث فرق، مازال يبقى فريق بين اتحاد بليده وشبيبه القبائل، اللي نتمنى ان شاء الله الاتحاد بليده ان شاء الله تاهل، ونتمنى الانصار فاني بوليديين يزيدوا يفرحوا الفريق الثاني تاعهم ان شاء الله بالتاهل تاعو للنصف النهائي، ولما لا ان شاء الله تكون مقابله عرس كروي، وان شاء الله نتمنى نلعبوا احنا مقابله وان شاء الله اللاعبين يعملوا المستحيل باش يمشيوا للنهائي ان شاء الله.
إن شاء الله. محمد معبيش ولا ما زال شوية وقت قبل ما نختموا معه، فقط هناك تصريح، يعني قبل ما نروح للتصريح هناك في تداعيات قضية قرباج وزتشي، الطرفان مستدعان اللي باش يحضروا المحكمة الرياضية في جلسة غدا الاثنين للاستماع إليهما يعني ودراسة الملف اللي تقدم به كل طرف يعني في وجالة. هناك أيضا بما أنه يعني حدث دائما يفرض نفسه، هناك أيضا تصريح يعني لفت انتباهي للاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي بورتو ياسين إبراهيمي، اللي قال يعني لعود ولا إلى في تصريحه لمجلة أو صحيفة لونز مونديال، لعود ولا إلى جدلية اللاعب المحلي واللاعب المحترف، وقال أن هذا الأمر يعني يثير إشمئزازي، ما زال توجور نفرقوا باللاعب المحلي ألوغ كو حنا كنا جزائريين وكنا نمثلوا بلد واحد. وقال أنه نادي غرناطة يعني فتح له وسمح له باش يحقق حلمه بمواجهة كل من نادي برشلونة وريال مدريد. إذا هذا واش عندنا في أخبار رياضية. كلمة ختامية سيدي قبل ما بون الأخت والأخ، نشكركم على الاستضافة، واليوم اليوم واش نقولوا، اليوم رانا عايشين في حلم، والحلم احنا هذا نتمنى ويزيد يكمل، وان شاء الله نزيد ونمشي وان شاء الله للنصف النهائي، ونديروا مقابله اللي نشرفوا بها ان شاء الله الولايه تاعنا والحي تاعنا والبلديه تاعنا بلديه بنيتامو، وان شاء الله نمشيوا للنهائي اللي ما لا نشطوا نهائي مع فريق من الفرق اللي ان شاء الله تكون العريقه. ان شاء الله بالتوفيق والمستحيل. ليس جزائريا، جزائري. نتمنى لكم كل توفيق ان شاء الله. وتحيه خاصه لكل انصار شباب الزاويه. شكرا لك حظ موفق. شكرا محمد. شكرا مشاهدينا، رئيس النادي مشاهدينا العالم. هذا الصباح بعد الفاصل.